التي تزين أرضية هذا الميدان. البداية مع المركز الأول ومع انطلاق مياس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد السبوسي من يأتي على الانطلاق الأول والاندفاع الأول. المركز الثاني هنالك شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري يصل على المركز الثاني، بينما ثالث التحديات يتواجد هنا الغزال لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله الثاني، سالم بن مسلم بن قنزول العامري يتقدم الآن على المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء هنالك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، خالد بن المر بن حلوة يتقدم هنا على المركز الرابع، وخامس التحديات وصول من قبل صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن سالم المسافر يصل في هذه اللحظات على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع الانطلاق ومع مياس. مياس المسيطر على المركز الأول والمنطلق على مقدمة الشوط، يقود هذه الأسماء ويقود هذه المسيرة بأوامر وتوجيهات سعيد بن عبيد السبوسي، والشعار هو شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. يأتي هنا على المركز الأول والانطلاق الأول، بينما ثاني التحديات شاهين بدأ يتقدم الآن. شاهين بدأ ينطلق لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري من يتابعه في عملية التضمير والمتابعة. المركز الثالث الغزال لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله الثاني، سالم بن مسلم بن قنزول العامري وصل على المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنالك صوغان من يحتل المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري. المركز الخامس يتواصل هنا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، خالد بن المر بن حلوة يسيطر على المركز الخامس، وهنالك أسماء قادمة ما بعد الخمسة المراكز الأولى ننتظرها في الكيلو الأخير، وهنالك بقربنا إلى خط النهاية. نعود هنا إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول وإلى القيادة، إلى مياس المسيطر المسيطر مع لوحة كيلو ونصف الكيلو ما تبقى عن الناموس، ما تبقى عن خط النهاية. ومياس هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي، ولكن الغزال لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله الثاني يتواجد بن قنزول، سالم بن مسلم بن قنزول العامري من يتابع في عملية التضمير والمتابعة. غير إلى مقدمة الشوط، انطلق إلى المركز الأول، استلم زمام الأمور، استلم القيادة، استلم الريادة بقيادة بن قنزول. سالم بن مسلم بن قنزول العامري يقدم الغزال، الغزال الغزال، ولكن دير بالك أسماء حذرت عنها، حذرت عنها ولن نعلن عنها إلا في هذه اللحظات. مع الكيلو الأخير وصل شعار هجم الرياسة كما ذكرت، يتقدم هنا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي مع انطلاق شاهين، وصول شعار هجن الرياسة على المركز الثاني. المركز الرابع هنالك أيضا عزام من هجن الرياسة، عيسى بن أحمد بن مايد الخيري أول نداء لهذا الاسم. أيضا المركز الخامس وصول شاهين أيضا من هجن الرياسة، راشد بن محمد السم المنصوري المستحيل يتقدم على المركز الخامس. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط وإلى انطلاق شاهين من هجن الرياسة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم محمود على المركز الأول مع انطلاق هذا الشعار المميز. يا سلام من هجن الرياسة، 500 متر الفاصلة عن الناموس، جولة التحديات، جولة الأوامر، ومحمود هادي الأعصاب على مقدمة الشوط كما فعلها في الشوط الرئيسي الأول بدون أي أوامر ليسجل أفضل توقيت زمني في هذه الفترة الصباحية. يا
يأتي هنا شاهين بدون أوامر على مقدمة الشوط من هجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي البارع المركز الثاني، عزام المنطلق من هجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيري، ولكن محمود الوهيبي يقدم هذه العروض المميزة. سلام يا الرئاسة، سلام وسلام لمحمود الوهيبي على انتزاعه النقطة الرابعة من أصل 8 أشواط في هذه الفترة الصباحية. تهانينا والناموس. المركز الثاني عزام من هجن الرئاسة عيسى بن أحمد مايد الخيري. المركز الثالث الغزالي سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله الثاني سالم بن مسلم بن قنزول العامري. المركز الرابع صوغاني سمو الشيخ حمدان بن محمد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري. المركز الخامس وصل الخروف من هجن الرياسة سهيل بن احمد بن دري الفلاحي. التوقيت الزمني 6:13، 7 أجزاء من الثانية هو توقيت شاهين من هجن الرياسة محمود بن محمد الوهيبي. المركز الثاني وصل عزام من هجن الرياسة 6:14، 1/4 من الثانية. البارع عيسى بن أحمد مايد الخيلي. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل الغزال لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله الثاني سالم بن مسلم بن قنزول العامري 6:15، 1/1 من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. بداية الجولة الثالثة هناك أيضا